السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. حلقة الليلة نقسمها إلى محورين، في الأول بدء محاكمة المتهمين في قضية الدخان، وفي الثاني حوار شامل مع وزير التربية والتعليم. في المحور الأول بدأت اليوم جلسة محاكمة المتهمين في قضية الدخان، نتابع تفاصيل ما جرى في هذه الجلسة في هذا التقرير. بعد طول انتظار عقدت اليوم الثلاثاء محكمة أمن الدولة الجلسة الافتتاحية للنظر في القضية التي أثارت الرأي العام، وهي قضية مصنع الدخان والمتهم على ذمتها عون مطيع ومدير الجمارك السابق وضاح الحمود والوزير الأسبق منير عويس وآخرين. محامو هيئة الدفاع دفعوا بالبداية ببطلان المحاكمة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في القضية وبطلان إجراءات التحقيق، ليرفع رئيس المحكمة الجلسة لمدة ساعة للتدقيق بالدفوع التي قدمها محامو الدفاع. المحامون استندوا في دفوعهم إلى مواد الدستور ووجود قضايا مشابهة أعلنت محكمة أمن الدولة عدم اختصاصها بها، فيما رد رئيس المحكمة الطعون باختصاص أمن الدولة بالنظر في القضية، وقرر تأجيل الجلسة الثانية أسبوعين بعد أن نفى المتهمون بالقضية أن يكونوا مذنبين عن التهم المسندة إليهم. هذا ومن الجدير بالذكر أن لائحة محامي المتهم الثاني في قضية الدخان مدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود ضمت 7 من كبار المحامين في الأردن. الحقيقة نفتح هذا الملف ونحن نعي ونعلم تماما معايير الحديث في هذه القضية مهنيا ومحاذيرها مهنيا وقانونيا، لأننا ارتأينا أن نقدم للمشاهد الكريم شرح لما حدث اليوم في محكمة أمن الدولة. وأرحب بضيفي الدكتور طلال الشرفات. دكتور طلال، مساء الخير. أولا مساء الخير. وأنا بدنا اليوم نحكي عن إجراءات المحاكمة، بدأ اليوم، كيف هو قانونا؟ لماذا بدأت إجراءات المحاكمة بهذه الطريقة اليوم؟ نعم يا سيدي، إجراءات المحاكمة كان في البداية أثار الدفاع دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة، باعتبار حسب رأيهم أن محكمة أمن الدولة غير مختصة، وأن القضية بنظرهم هي قضية جمركية بحتة ولا تصل إلى ذلك الاختصاص. التهم المنسوبة للمتهمين يتضمنها اختصاص محكمة أمن الدولة، سواء تعريض سلامة الدولة الاقتصادي للخطر والقيام بأعمال من شأنها تعريض الموارد الاقتصادية للمخاطر، هذه من اختصاص محكمة أمن الدولة، وبالتالي بغض النظر عن مدى إمكانية إدانة أو عدم إدانة المتهمين في هذه القضية، إلا أن إسناد هذه التهم هي تجعل من المحكمة مختصة في هذا الأمر. هذا الطعن الذي تقدم به الدفاع في مرافعته الأولى أمام نعم. هيئة محكمة أمن الدولة، وهو دفع شكلي دفع شكلي بأن المحكمة ليس ذات اختصاص في هذه القضية، وجاء رد المحكمة بأنها ذات اختصاص، صحيح. ومن ثم تم تلاوة التهم المسندة للمتهمين والاستماع إلى إجابات المتهمين، وأجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين. هذا كيف قانونا نقره للناس اليوم يا سيدي؟ عندما تبدأ المحكمة في الجلسة الأولى دائما هي تتلو التهم على المتهمين، وبالتالي تم تلاوة هذه التهم قبل الشروع بها. أثار وكلاء الدفاع الدفع التي أشرت إليه سابقا، نعم. لكن بعد أن قررت المحكمة أنها مختصة وبالتالي ردت الدفع المثار، سألت المتهمين عن التهم فأجابوا أنهم غير مذنبين. الآن ستقوم المحكمة بسماع بينة النيابة، ستشرع بسماع بينة النيابة الواردة في لائحة الاتهام. بعد أن تنهي المحكمة من سماع بينة النيابة تفهم المتهمين إذا كانوا يرغبون بإعطاء إفادة دفاعية أو شهود دفاع. بعد ذلك، بعد أن يدلوا بإفاداتهم الدفاعية، يتم عادة سماع شهود الدفاع، ومن ثم في نهاية الأمر تقوم المحكمة بإصدار الحكم في تلك القضية. لكن هذا الحكم هو قابل للطعن أمام محكمة التمييز، وبصفتها محكمة موضوع وليس بصفتها محكمة قانون، لأن التقاضي على درجتين، وبالتالي في القضايا التي ترفع مباشرة إلى محكمة التمييز تنظرها محكمة التمييز، كما هو الحال في أيضا في أحكام محكمة الجنايات الكبرى تنظرها كمحكمة موضوع، وبالتالي تستطيع أن تتعامل مع البينات، ومن ضمنها أيضا فيما إذا كانت المحكمة مختصة أو غير مختصة، من ضمنها مدى تقدير المحكمة لبينات النيابة أو بينات الدفاع وتصدر الحكم بناء على ذلك. هذه الإجراءات القانونية. بعد أن يصدر حكم محكمة التمييز يصبح الحكم قطعي، سواء كان الأمر بالإدانة أو بالبراءة. أنا بتقديري يعني في هذا الأمر يعني كنت أتمنى حقيقة أن لا يتم التعامل بالتفاصيل الدقيقة في هذه القضية، لأن قرينة البراءة هي يجب أن إيش قصدك في التفاصيل الدقيقة؟ معلش يعني بمعنى أنا لست مع المحاكمة على وسائل الإعلام، هذا واحد. أنا العلنية قصدك؟ نعم، لا العلنية شيء ونشر البث المباشر للمحاكمة قد يؤدي الى 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 ضغط الرأي العام على المحكمة من جهة، وربما لكن يا سيدي اسمح لي اقاطعك، لكن المحكمة ومحكمة أمن الدولة ارتأت ان تبث مباشرة وقائع جلسات المحكمة، حرصا منها على شفافية مع الرأي العام، وحرصا من هيئة المحكمة ومن رئاسة المحكمة أنه هذه المحاكمة موجودة أمام كل الأردنيين، هذه قضية لكل الأردنيين، ها هم يحاكمون أمام كل الأردنيين. يا سيدي ما في قضايا مشابهة لم يتم بثها بشكل مباشر، وبالتالي قضية المساواة يعني أحيانا قد يفسر من قبل البعض أنه تسييس للمحاكمة، أو قد يفسر أنه قد يؤدي إلى ضغط الرأي العام. الإعلام له تأثير على إجراءات المحاكمة أحيانا، أيضا الرأي العام بما يطلع عليه له، فبالتالي إذا كانت العلنية أو البث المباشر يفترض أن يكون في كل القضايا المشابهة. أحيانا البث المباشر هو في القضايا المفصلية وذات الطابع السياسي، لكن هذا هو ذات طابع اقتصادي وجنائي، وبالتالي أنا كنت أتمنى أن يتم التعامل سواء كان بنشر لائحة الاتهام على وسائل الإعلام، لسبب بسيط أن قرينة البراءة أستاذ محمد، قرينة البراءة يجب أن يتم التعامل معها إلى حين صدور الحكم بشكل قطعي، سواء كان بالبراءة أو بالإدانة، وبالتالي أحيانا البث المباشر للمحكمات قد يؤدي إلى المسائل اللي كنا نحذر منها، وهو اغتيال الشخصية، فيما لو صدر حكم بالبراءة على شخص فهل ينفع هذا الحكم بالبراءة أو لا. هذه المسألة أنا برأيي الشخصي كان من الواجب أو كنت أتمنى أن يتم التعامل معها بحذر شديد في هكذا قضايا، لأن هذه القضية لها مساس شديد مع الرأي العام. نعم. القضية الجلسة رفعت حتى 26 من أذار المقبل، نعم، بعد أسبوعين بناء على طلب هيئة الدفاع، طلبوا أسبوع مهلهم أسبوعين. قديش تتوقع تأخذ إجراءات المحاكم وقت؟ لدى الادعاء العام عدد كبير من الشهود، نعم، حسب ما يرد مبدئيا. نعم. هذا يعتمد على طريقة تعامل وكلاء الدفاع مع بينات النيابة والبينات الدفاعية، بمعنى إذا كان كل مثلا وكيل دفاع بده يسأل مثلا وقت معين، وبالتالي قد يؤدي هذا إلى إطالة أمل المحاكمة، وهذا حق يعني مصون في القانون والدستور، ويعتمد أيضا على عدد شهود الدفاع وهل هم كثر أو لا، أو من سيقوم بمناقشتهم ومدة المناقشة، ومسألة تلاوة أحيانا الاعتراضات هل هي علنية أم من خلال مذكرات خطية. كل هذه المسائل تؤثر على مجريات المحاكمة من حيث الوقت، لكني أريد أن أقول بغض النظر عن الوقت الذي يعني ستتم فيه المحاكمة، أنا بعتقد يجب أن تأخذ هذه القضية الحيز القانوني المناسب والوقت الكافي ليتم التعامل معها، لأنها قضية حقيقة لها مساس حقيقي في مسألة المال العام والثقة العامة، خصوصا إذا ما أدركنا أن إحالة هؤلاء المتهمين إلى المحكمة فيما لو أدينوا بحكم قضائي قطعي، هذا لا يمنع من مباشرة التحقيق في وقائع أخرى لذات القضية إذا تبين من خلال مجريات التحقيق أن هناك وقائع أو أشخاص آخرين يمكن محاكمتهم على جرائم متعلقة بهذه القضية أو بقضايا أخرى. نعم. تقديريا قديش تتوقع إذا قلنا أن عشرات الشهود، الجلسة ستعقد كل ثلاثاء على ما يبدو، هذا أنا بحكي تحليل، إذا كان كل أسبوع جلسة أنا بتقديري يعني ممكن تأخذ في المحكمة محكمة أمن الدولة مش أقل من 6 شهور إلى 8 شهور، إذا كانت أيضا شهود الدفاع عددهم كبير قد تصل إلى الى سنه، لكن انا بعتقد انه المفروض ان لا تتم المحاكمه كل اسبوع جلسه، المفروض انه ربما يعني يوم ويوم اخر، ويعتمد ايضا على مدى حاجه الدفاع الى الوقت للمساله، وبالتالي بما ان هذه القضيه قضيه مهمه يفترض على وكلاء الدفاع ان يكونوا متحضرين وجاهزين، بمعنى انهم يتعاملوا مع مساله الوقت، لان اعتقد ان الوقت ايضا عامل مهم، ولا بدون ان يؤثر ذلك على العداله. سؤال اخير، اثيرت اليوم قضيه تكفيل المتهمين. نعم. هل هذا وارد ان يقدم من الدفاع طلب تكفيل للمتهمين؟ يعني انا مساله تكفيل المتهمين اعتقد انه يعني له يعني تاثير بطريقه او باخرى في مساله الراي العام، وبالتالي يمكن من الاسباب التي كنت اتمنى ان لا يتم بث هذه المجريات حتى لا يكون هناك ضغط على هيئه المحكمه في مساله ان تكفل المتهمين او لا تكفل المتهمين، لكن يجب ان نقول في هذا الاطار ان الاصل ان المتهم يفترض ان يمثل امام المحكمه بدون ان يكون موقوفا، والتوقيف هو الاستثناء، ويجب ان يتم التعامل مع الاستثناء باضيق نطاق، الا اذا كان هناك ضروره كما هو الحال مثلا في بعض المتهمين الذين فروا مثلا خارج المملكه، بالتالي التوقيف قد يكون ضروري لمثل هكذا ظروف، لكن اذا كان هناك مثلا ضمانات ان الشخص لا يغادر، المفروض ان لا يكون موقوفا لسبب بسيط، انه فيما لو في نهايه المطاف مثلا صدر حكم بالبراءه ماذا سيجري له في مساله. واضح جدا. نعم. اشكر دكتور طلال، يعني ممكن انت عندك تحفظ على علانيه الجلسه او على بثها المباشر، لكن الاردنيين ووسائل الاعلام كلها كانت سعيده جدا بعلانيه الجلسه وبثها المباشر واطلاع الاردنيين على كل تفاصيل. بس لي راي في هذا الموضوع، يعني انا يعني افصل بين رأيي القانوني ورأيي الشخصي كمواطن أنا يعني قد أكون سعيدا بعملية البث، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن مبدأ الشرعية في قضية صدور الأحكام القضائية. نعم. يفترض أن يتم التعامل بحذر شديد في هكذا مسائل. رأيك ونحترمه. شكرا جزيلا دكتور طلال، شرفت بحضورك في هذا المحور. شكرا جزيلا.